عبر سكايب. ينضم إلينا من برلين السيد جمال قرصلي عضو البوندستاج الألماني طبعا السابق. أهلا بك سيد جمال. طبعا هذا لم يكن قرارا مفاجئا، استقالة وزيرة الدفاع الألماني بعد اتهامات طالتها سواء من ناحية شخصية أو حتى من ناحية المهنية، لكن عندما ندقق في هذه الاستقالة هل هي فعلا استقالة أم إقالة ضمنية؟ والله هما الاثنان بنفس الوقت. انا اتصور هي الوزيره وجدت بان الضغوط كثيره، الضغوط الشعبيه ومن داخل حزبها، وكذلك الضغوط الاعلاميه، لانها قالت بكتاب استقالتها للمستشار شولز بان الاعلام لم يدع لديها فرصه للعمل، وان هناك الضغوط كلها موجهه اليها، ولكن من ذلك يعاني الجنود الالمان. فلذلك اتصور كل هذه الاحتمالات وارده في استقالتها. طيب ما هو الملف الأبرز ربما التي علق عليه الإعلام الألماني على الأقل فشل هذه الوزيرة في القيام بواجبها؟ هل ما يتعلق بالتسليح الألماني؟ هل ما يتعلق بالإنفاق الشخصي من حساب أو من ميزانية وزارة الدفاع الألمانية كما أثير في الإعلام الألماني سابقا؟ نحن نعلم بأن وزارة الدفاع عادة تكون عملها صعب جدا وضخمة كثيرة. لدينا 180 ألف جندي ألماني، لدينا الآن في حرب يشارك فيها الغرب بشكل غير مباشر في أوكرانيا، هناك معدات يجب أن تؤمن للجيش، ولكن للأسف هذه الوزيرة أثبتت يعني قلة خبرتها وعدم جدارتها. نعم. وكذلك كانت هناك أمور شخصية، يعني هناك يوجد صورة لابنها معها في طائرة هليكوبتر، طائرة عسكرية يكون معها في رحلة، هذا طبعا يمنعه القانون الألماني لأن هذا ملك الدولة، وليس أن يذهب ابنها معها لجولة ما. فلذلك هذه كل الأمور تراكمت وأدى الضغط إلى استقالة. طبعا أكثر شيء أثر على ذلك هو أنها وضعت في إنستغرام في رأس السنة مسج، وفيه تقول تتكلم عن الحرب في أوكرانيا وراءها مفرقعات رأس السنة وأضواء رأس السنة، فكان هذا الكلام يعني حقا يعني صدم كثير من الناس، كيف تتكلمين عن الحرب في أوكرانيا وأنت تحتفلين برأس السنة؟ فهذا أثر كثيرا على استقالة. طيب سيد جمال، سؤالي الأخير، هل يمكن أن تؤثر هذه الاستقالة، هذه الاتهامات التي وجهت إلى وزيرة الدفاع المستقيلة على استمرار الحكومة؟ نعم، الحكومة ستستمر، والحكومة قوية ونسبتها عالية. وهذه ليست أول استقالة، لأنه قبل أشهر قليلة استقالت وزيرة من الحزب الخضر، ولكن هذه كل الوزارة هي سيتم تعيين وزيرة جديدة أو وزير. لكن كما تعلم هناك خلاف ربما في الاستقالتين، هذه الاستقالة ربما الأخيرة كان فيها شق متعلق بما يسمى في الإعلام الألماني بالفساد المالي على الأقل. على أي حال السيد جمال قرصلي عضو البوندستاج السابق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين.